لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن أردت النجاة أنت يوم المعادي، جد بدمع على الإمام الجوادي. لست أنساه حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد. قد قضى في بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السم صادي، والتي دست له السم أم الفضل بغضاً منها لأم الهادي. تركوا نعشه بقنطرة الريان ملقاً، آل الشقاء والعناد. فاستمعت أنت أشياعه نحو حمل النعش كي لا يبقى رهين الوهاد. ما بقي مثل جده الصمت، السلام عليك يا أبا عبد الله ليلة الجمعة. ما بقي مثل جده الصمت عار الجسم، تعدو على قراه العوادي. تركوا جسمه ثلاثا وعلوا رأسه في رؤوس سمر الصعادي، وسرى في نسائه حاسرات. يا لقومي بين الرجال بوادي، لو تراها يا خيرة الله في السبا وستر الوجوه منها الأجوال.
بس هذه المصائب اسمعها على لسان حال مولاتنا زينب. ما شوفني يا حسين غير جبال الهموم، تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم، ومن حنة الأيتام صرت بحال مشوم، وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيه، كيف الحريم بغير والي تسلك البيد، والشام يا ابن أمي علينا دربه بعيد، ومشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد، لو عثرة النوق الهوادج لازم تمي. آي 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 ومحمل سكينة لو تزلزل من يجيله، ولو طاح من عدنا طفل ياهل يشيله، وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليلة، وهالبر الأكفر ما تقطع على الرجاج، وحرق الخيام يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوب قلبها فقد الرجال، والله ما ظل لنا جلد لركوب لجمال، ما غمضت عيني ولا ساعة من الليل، ويردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي، وهذا الفراق وين يا ابن أمي نلاه، يا ليت من قبل السفر نقعد نواري، لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسل، لكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تسلم الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام الخلافة بعد أبيه الإمام الرضا وهو في سن مبكر، إذ وكما تذكر المصادر التاريخية أن عمر الإمام الجواد حين تقلد الخلافة دون 8 سنوات. هذا الأمر وإن لم ينفرد به الإمام الجواد، إذ إن الإمام الهادي ومن بعده الإمام المهدي عليهما أفضل الصلاة والسلام تقلدا الخلافة في عمر يقارب عمر الإمام الجواد، وإن كان عمرهما دون عمره بشيء بسيط، إلا أنه حين حدث للمرة الأولى وقع هذا الأمر أن يتقلد الخلافة إمام في عمر الصبا كان في زمن الإمام الجواد. ونحن إذا ما وقفنا عند هذه المسألة بإنصاف وتأمل لأدركنا أنه لو لم تكن إلا مسألة تقلده الخلافة في سن الصبا لكفت في إثبات حجية إمامته، وإلا كيف لصبي أن يدير شؤون أمة إن على المستوى العلمي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي
فيما يرجع إليه مريدوه وجماعته وهم كثر قد انتشروا في أصقاع الدولة، أو على الصعيد المادي أو المالي بحسب ما ترده من أموال حقوق شرعية من ها هنا وها هناك، فيصرفها في وجوهها لمستحقيها. إذن أراد الله سبحانه وتعالى بجعل الإمامة في صبي أن يطرح للأمة معجزة ظاهرة وآية باهرة ناطقة لتدلل على صدق أطروحة أهل البيت، وأن الإمامة منصوصة، وأن الإمام يعينه الله جل وعلا كما هو الحال نفسه حين يختار الله لهذه الأمة أو لغيرها من الأمم نبي يبتعثه ليكون همزة وصل بينه وبينهم. وإذا كان الأمر يرجع إلى الله فإن المعايير المتعارف عليها فيما بيننا أو السنن التي سن على وفقها حياة بني البشر، فإن هذه الأمور كلها تتلاشى من مسألة تقدم العمر ووصوله إلى سن النضج وخوضه جملة من التجارب إلخ من المعايير التي نتعارف عليها فيما بيننا. وها أنت تجد أن الله جل وعلا قد ابتعث نبيين وكانا صبيين، أعني نبي الله عيسى ونبي الله يحيى، والإمامة من سنخ النبوة امتداد للنبوة. فكما أن الله سبحانه وتعالى قد استأمن على دينه صبيين عيسى ويحيى، فإنه استأمن على دينه صبية، أعني الإمام الجواد والهادي والمهدي، ليكونوا حجة بالغة، آية باهرة، آية ناطقة، معجزة تدل على قدرة الله وإرادته. وبهذا تكون إمامته عليه أفضل الصلاة والسلام وهو في عمر الصبام ليست أنها فقط تقيم الحج على أحقيته وجدارته بالإمامة، وإنما تقيم الحج على صدق دعوة مدرسة أهل البيت من أن الإمامة منصوصة، وتدحض أولئك الذين زيفوا وزوروا، سيما أولئك الذين تسلطوا على رقاب الناس وأرادوا أن يتمصلحوا، خصوصاً وأن الكثير من تلك الجماهير والأصقاع التي انتشرت من خلالها وعظمت دولة الإسلام قد دخلوا الإسلام بعد رحيل رسول الله، فلم يشهدوا زمن النص ولم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وآله مباشرة قوله وحديثه في الإمام من بعده وفي الخليفة الذي يخلفه. لذا تسنى لأولئك أن يخيطوا إسلاما للأمة بحسب مقاسهم وما يخدم مصالحهم. وها هي إمامة الإمام الجواد تحدي صارخ تكشف زيف أولئك وتؤكد أنها منصوصة، والله منصوصة. وها هو الإمام الجواد وهو في سن الصبا يدير شؤون هذه الأمة بكل جدارة واقتدار. دعونا نستوعب المسألة بشيء من الإسهاب والتفصيل، حيث أننا نتحدث عن كيفية تعاطي الأمة مع الإمام الجواد في زمنه وعصره، وكيف أن تلك الجماهير المؤمنة بخط الإمامة قبلت بإمامة صبي. نقول إذا عرضنا المسألة وكما يعبر ويصطلح على ما يعرف بعلم الاحتمالات أو الافتراضات كما تداولها صاحب كتاب الأئمة الاثني عشر مع شيء من التصرف والمعالجة بحسب ما يقتضيه المجلس، نقول هناك احتمال من خمسة احتمالات لا سادس لها.
إن أردنا أن نفهم السبب الذي من ورائه تفاعلت تلك الجماهير واعتنقت إمامة الإمام الجواد وهو في سن الصبا، فما هي تلك الاحتمالات الخمسة والتي لا يصح منها إلا احتمال واحد هو الحق وهو البرهان الساطع؟ نقول دعونا نمر على تلك الاحتمالات الأربعة لنصل دون أن نتحدث في نهاية المطاف إلى النتيجة المحسومة. الاحتمال الأول ما ذكر أو ما زعم من أن الأمة لم تنكشف لها إمامة الطفل من أهل البيت بوضوح، ولك أن تضيف ليتضح المعنى القول الذي هو منسوب أو قول أحمد أمين بتعبير أدق حين ذكر أن الأئمة من أهل البيت كانوا يتوارون عن الأنظار ويكتفون بالدعوة إليهم سرا. إذن هذا الافتراض يقول أن تلك الجماهير حين تعاطت مع إمامة الإمام الجواد ما ذاك إلا لأن الإمام الجواد كان متواريا عنهم، لم يكتشفوا أنه طفل حين تقلد الخلافة، وحيث إن الإمام الرضا عليه السلام حين رحل عن هذه الدنيا لم يخلف عقب سوى الإمام الجواد، إذن من الطبيعي أن يتقلد الخلافة من بعد أبيه عليهما سلام الله. هل هذا الافتراض صحيح؟ هل مجرد الافتراض ناهض بإقامة دعوة دون أن تكون لديك شواهد وأدلة وبراهين؟ وإذا كانت الشواهد والأدلة والبراهين على خلاف الدعوة والافتراض ألا يسقط الافتراض عن الاعتبار؟ هل كانت إمامة أئمة أهل البيت متوارية ومحجوبة لا يتصل بهم الناس كما هو الحال في خلافة خلفاء بني أمية وبني العباس؟ لا تدخل عليهم إلا عبر بواب وحاجب ورجل أمن ورجل شرطة وما شابه، وإلا فإنه لا يمكنك حتى الرؤية إلى وجهه، ما تقدر تشوف وجهه. أم هل كانت إمامة أهل البيت كما هو الحال عند الفكر الصوفي والفكر الفاطمي حيث كان أئمة هذين الفكرين متوارين عن الأنظار ويكتفون بالدعوة إليهم سرا بما يرمز به إليهم؟ أو هل كانت إمامة أهل البيت كما هو الحال في هؤلاء أو أولئك؟ كل من يقرأ في سيرة أئمة الهدى لا يحتاج إلى زيادة مؤنة ليتعرف على أن إمامتهم مكشوفة واضحة، بيوتهم مفتوحة، قلوبهم واسعة، عاشوا على مقربة من الناس، عاشوا كأحدهم، فتحوا قلوبهم قبل آذانهم للناس، تحسسوا آلامهم معاناتهم حتى أحبهم الناس وأخلصوا إليهم. فتجد من لم يتولى بأئمة الهدى ويقول بإمامتهم راح يتحدث عنهم بإكبار وتعظيم وإشادة. إذن كان أئمة الهدى مشخصين، أسماؤهم معروفة، أشخاصهم معروفة محددة، وكانوا يتصلون بالناس والناس تتصل بهم. ومن الشواهد التي نذكرها هنا لتعزيز هذا المعنى، ونحن هنا لسنا في مقام الحاص، من تلك الشواهد التي نذكرها والغرض منها ضحض هذا الزعم، ما ذكر أن المأمون العباسي بعد أن رجع إلى بغداد وأرجع مقر الخلافة إليها حين سوى أموره في خراسان واستتب له الأمر وراح يشتري خاطر بني العباس،
فرجع أو أرجع الخلافة، عاصمة الخلافة أرجعها إلى محلها الأساس الذي أسس بنو العباس فيها دولتهم. قالوا حين طرق مسامعه أن الناس قد افتتنوا بالإمام الصبي، لم يتمالك نفسه، أراد أن يتعرف على ذلك الإمام عن كثب، والذي أصبح محط حديث الناس في مجالسهم وأنديتهم. أتعلم قد بلغ الأمر في إعجاز إمامة الإمام الجواد أن أولئك الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وأنكروا إمامة الإمام الرضا والمعروفين بالواقفة وادعوا أن الإمام الكاظم لم يمت وإنما شبه لهم وأنه يرجع آخر الزمان وهو المهدي الموعود، وإذا بهم حين عاصروا إمامة الإمام الجواد ورأوا تلك المعجزة الناطقة، تلك الآية الباهرة، وإذا بهم آبوا إلى رشدهم فراحوا يقرون بإمامة الرضا والجواد، وعالجوا ما كانوا عليه من غي وضلال حين ابتعدوا عن إمامة الإمام الرضا. وإذا بالمأمون العباسي يرسل في طلب الإمام الجواد ليتعرف على شؤونه عن كثب، وأراد أن يعرضه لامتحان وهو في سن مبكر، عله يحظى بموقف تأييدي يكشف من خلاله كما يظن زيف أطروحة أهل البيت. حين يعرض الإمام المعصوم لامتحان مفاجئ دون سابق إعداد، لأنه لا يخطر في بال منصف أن المأمون جاء به ليشيد بمقامه وليبين للناس فضله، وبالتالي يروج إلى إمامته والتي نتيجتها إضمحلال دولة بني العباس. وبالفعل يجيب الإمام الجواد ويدعو قاضي القضاة ليمتحن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا بقاضي القضاة يعرض تلك المسألة المتعلقة بالحج والعمرة، ما تقول في محرم قتل صيد؟ فيشقق الإمام المسألة بشقوقها وتفاصيلها، فانذهل قاضي القضاة من تلك التشقيقات فأجاب الإمام عنها بكل سعة وشمولية، فانبهر الحاضرون. ثم التفت المأمون إلى الإمام الجواد وقد طلب منه أن يمتحن قاضي الدولة، فلم يهتدي للجواب وأجاب الإمام الجواد عن المسألة، وإذا بالسحر ينقلب على الساحر. وعوض أن يسجل لنفسه موقف، فإنه في محضر بني العباس والقواد والخاصة يسجل موقف لصالح أطروحة أهل البيت، وأن هؤلاء زق العلم زقا، وأنه صاحب علم لدني يلهمه الله سبحانه وتعالى ويقذف في قلبه العلم والمعرفة. فإذا كان الإمام الجواد لم تكن إمامته مكشوفة ولم تكن بمستوى من الوضوح، ما الذي يدعو المأمون العباسي بعدما سوى أموره مع بني العباس أن يتحداهم من جديد وأن يحضر الإمام الجواد من جديد، أو يحضر الإمام الجواد عفوا ليعيشوا أجواء مشابهة بتلك الأجواء التي عاشوها حين دعا الإمام الرضا فتخوفوا؟ قالوا إذن إنه أراد أن يعطيه ولاية العهد كما أراد أن يعطيها ابنه، أو كما أعطاها عفوا أباه من قبل، فإنه أراد اليوم أن يرجع هذا الأمر إليه أو إلى هذا البيت فيعطيه ولاية العهد. إلا أنه ما كان ليدور في خلده أمر ولاية العهد، حينها أصر على الإمام على المكث في بغداد، لم يرضى الإمام، أراد الإمام أن يرجع إلى المدينة، أراد أن يحجب الإمام عن الرعية، أصر الإمام أن يرجع ليمارس الدور والنشاط المنوط به. وكان المأمون قد زوجه من أم الفضل
لتكون جاسوسا وعينا على الإمام الجواد، ترفع التقارير أولا بأول لتطلع المأمون على أحوال الإمام بكل ما يتسنى لها من التعرف على تفاصيل حياة وشؤون الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا احتمال ساقط ولا اعتبار له. الاحتمال الثاني ما قد يقال من أن الطائفة الشيعية لم تكن بالمستوى الذي يؤهلها لا على الصعيد العلمي ولا على المستوى الذهني بحيث تمحص مسألة إمامة إمام طفل وهو ليس إمام، وبالتالي عدم أهلية الطائفة على المستوى الذهني أو العلمي هو الذي جعلها تصدق بإمامة طفل وهو ليس إمام. الكلام هنا نفس الكلام حيث قلنا مجرد الافتراض إن لم تكن عليه دلائل وقرائن، بل الدلائل والقرائن على خلافه ساقط ولا اعتبار له. هل كان واقع أتباع مدرسة أهل البيت كما يصوره هذا الافتراض؟ سيما إن وضعنا نصب أعيننا مسألة مهمة وهي أن الإمام في المنظور الشيعي من أصول الدين، وليكون دينك سليم من كل ما يشين به، ولتضمن السلامة إن في الدنيا أو في الآخرة لا بد أن تتعرف على حجة زمانك لتتعرف على معالم دينك. إذن مسألة بهذه الأهمية وبهذا المستوى بهذا الحجم الذي طرحه وأكد عليه أئمة الهدى، أيعقل أن تنطلي إمامة طفل عليهم حتى وإن قلنا أنهم سذج إلا أن الحدث ضخم، الحدث كبير، أن يتقلد الإمام صبي وهو ليس إمام حتى وإن كانوا سذج، ألا يسترعي انتباههم ويقفوا عنده بين يديه ليتمعنوا ويمحصوا إمامته من عدم إمامته أم تنطلي عليهم؟ هذا لا يتصور حتى في المغفلين، فضلاً عن أن أصحاب أئمة الهدى قد عرفوا بالفضل والعلم، قد عرفوا بالثقافة والفكر. هناك جهود قام بها الإمام الباقر والصادق حين شيدا صروح تلك الجامعة المحمدية التي كانت قبلة للفكر ومفخرة للجميع، كان الكل يفخر بالانتماء إليها. ومن ثم جاء بعدهما الإمام العالم باب الحوائج، وبعده ابنه الإمام الرضا. أين ذهبت تلك الجهود وأين ذهب أصحاب الأئمة؟ يقول علي بن زياد ابن الوشاء وهو من أصحاب الإمام الرضا، يعني لا تقول معاصر للإمام الصادق أو الباقر لنتحدث عن بعد زمني، معاصر إلى والد الإمام الجواد، يقول شهدت في مجلس الكوفة 900 شيخ كلهم يقولون حدثنا جعفر بن محمد الصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام. أين ذهب هؤلاء؟ أيعقل أن تنطلي عليهم إمامة طفل وهو ليس إمام؟ وكانت فروع تلك الجامعة قد انتشرت في أصقاع الدولة حتى صار لها فرع في الكوفة وصار لها فرع في قم، ومن ثم لا يقف أصحاب تلك المدارس أو تلك المدرسة روادها ومدرسوها وقفة تأمل عند إمامة الطفل الصبي. حين ترجع إلى الشواهد تؤكد أن إمامة الإمام الجواد لم تمر دون تمحيص ودون اختبار، وما ذاك إلا ليقيموا الحجة على أنفسهم، ليثبتوا على بينة، وليقيموا الحجة على الآخرين كي لا يقال أنهم خضعوا لإمامته دون تمحيص، سيما وأن الحدث جديد ومثير للانتباه
من الشواهد التي تذكر هنا ما روي من أن الطائفة الشيعية في مختلف أمصار الدولة قد ندبت 80 فقيها ليتوجهوا نحو المدينة فيتعرفوا على شؤون الإمام بعد الإمام الرضا، وبالفعل جاءوا إلى المدينة المنورة، دخلوا دارا للإمام الصادق قد جعلت محلا يتبادل فيه المفكرون والمثقفون والعلماء أفكارهم وحديثهم، وقد فرشت ببساط أحمر. حين دخلوا رحبوا بهم وأجلسوهم في مجلس تلك الدار، بينما هم كذلك إذ يخرج عليهم عبد الله ابن الإمام الكاظم، أخو الإمام الرضا، عم الإمام الجواد، جلس في صدر المجلس مضفياً على نفسه صفة المرجعية، وإذا بقائل يقول: هذا ابن رسول الله، من أراد أن يسأل فليسأل. فقام أحدهم فسأله عن هذه المسألة: ما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟ قال: هي طالق ثلاثاً دون الجوزاء. طبعاً ناقل الرواية يعلق: باقر القرشي رضوان الله تعالى عليه يقول: لا نعلم لما استثنى الجوزاء، لأن هذا لا يعنينا بشيء. ما يعنينا في المسألة أن الرأي الذي طرحه يغاير إلى ما يتبناه فكر أهل البيت، ما تطرحه مدرسة أهل البيت، من أن الطلاق وإن تعدد إيقاعه في المرة الواحدة فإنه لا يكون إلا طلقة واحدة. لو واحد قال إلى زوجته: طالق طالق طالق، بحسب مدرسة أبناء العامة يقع ثلاثا، إلا أنه بحسب مدرسة أهل البيت لا يقع إلا طلقة واحدة. فذهل الحاضرون من إجابته، وراح آخر يسأله: ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ قال: تقطع يده ويجلد 100 جلدة. ضج الحاضرون حين سمعوا تلك الإجابات التي لا علاقة لها بمدرسة أهل البيت. في الأثناء وإذا بباب في وسط المجلس قد فتح، فخرج منه الإمام الجواد بتلك الهيبة التي تعنو لها الجباه، حكت هيبة الأنبياء والأولياء، فقاموا إجلالاً له، قبلوا جبينه ويده، جلس فجلسوا. وموفق الخادم يقول: هذا خليفة علي بن موسى الرضا، هذا حجة الله على خلقه، من أراد أن يسأل فليسأل. فسأل السائل الأول مسألته، فأجاب الإمام: يا هذا اقرأ كتاب الله، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهي الثالثة. وفي هذا تأكيد على أن رأيه هو رأي مدرسة أهل البيت، من أن الطلاق ليتكرر لا بد أن تتكرر المرات، لا أن يقع الطلاق في مرة واحدة وهناك شروط واعتبارات مأخوذة. قال: إني سألت عمك فأجاب بكذا وكذا. التفت الإمام إلى عمه: يا عم اتق الله ولا تفتي وفي الأمة من هو أعلم منك. وإذا بالسائل الآخر سأل مسألته الإمام الجواد، فقال الإمام: يعزر الرجل ويحمى ظهر البهيمة وتخرج من المصر كي لا يبقى على الرجل عارها. قال: إني سألت عمك فأجاب بكذا وكذا. وإذا بالإمام قد تغيرت نبرته واشتد حديثه، والكلام موجه إلي قبل غيري، لكل من ينصب نفسه ويجعل نفسه في محل فتيا وهو غير معد غير مؤهل. هسا الواحد يجاوب وهو معد ومؤهل ويشتبه ينسى
هذا أمر وارد، الإنسان مو معصوم، لكن حين لا يكون معد فيتصدى للفتيا، هذه هي الطامة الكبرى. وإذا بالإمام الجواد يقول لا إله إلا الله يا عبد الله، إنه لعظيم أن تقف بين يدي الله غدا فيقال لما أفتيت من غير علم وفي الأمة من هو أعلم منك. أراد أن يعالج، قال إني سمعت الإجابة من أخي علي بن موسى، قال لا، لم يسأل والدي عن هذه المسألة، وهذا يدلل على سعة معرفته وسعة اطلاعه وشموليته، وإنما سئل والدي عن رجل نبش قبر امرأة ففجر بها وسرق كفنها، فأمر والدي بقطع يده للسرقة وجلده للزنا ونفيه للمثلة. نفس نقلت هذه الرواية وما هو مثلها من الشواهد والأخبار، قد ذكروا أن أولئك الذين قدموا إلى المدينة من وفود جاءوا من مختلف الأمصار، قد امتحنوا الإمام وسألوه مسائل متنوعة ومختلفة في شتى الأبواب، حتى بلغ مجموع المسائل 30,000 مسألة. وهذا يدلل ويؤكد أن إمامة الإمام الجواد في مقتبل العمر ما كانت لتمر دون تمحيص ودون اختبار. وقد أشرنا للتو الاختبار والتمحيص ليقيموا الحجة على نفسهم فيلزموا أمره عن بينه، ويقيموا الحجة على الآخرين. إذن الافتراض الثاني ساقط عن الاعتبار. أما الافتراض الثالث، يعني أستميحكم عذراً، تعطوني ربع ساعة وأختم المجلس، لأن الحديث متصل ونقاطه شيقة، ولا أريد أن أقطع المجلس دون أن أستوعب النقاط. ربع ساعة ونختم المجلس، ونسأل من الله جل وعلا أن يتقبل منا هذا القليل اليسير في حق باب المراد الإمام محمد بن علي الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. صل على محمد وآل محمد. أرحمنا بهم وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الافتراض الثالث أن الطائفة الشيعية لم تكن لتمتلك رؤية واضحة فيما يتعلق بشؤون الإمام وشروط الإمام وصلاحيات الإمام، بل إنما تملكه فيما يخص أمر الإمامة، أن الإمام مجرد رقم تسلسلي، إمام يموت ويأتي من بعده ابنه ليتقلد الخلافة. هذا الافتراض لا يختلف عن سابقيه في عدم اعتباره وسقوطه، وما ذاك إلا لأن الدلائل والقرائن تدل على خلافه، لا تعضده، بل تدل على سقوطه وعدم اعتباره. الفكر الشيعي يقوم في أساسه على الإيمان العميق بأن الإمام الذي يتقلد الخلافة له شروط وأوصاف خاصة منذ ذلك الزمن، منذ زمن النص، وأئمة الهدى ثقفوا شيعتهم وهذبوهم على هذا النحو. ولك أن ترجع إلى الروايات المأثورة من زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى أيام الإمام الرضا، فترة إمامة الإمام الرضا، ستجد العشرات إن لم نقل المئات من النصوص والأخبار التي تحدثت عن صلاحيات الإمام، عن مواصفات الإمام، عن شرائط الإمام، عن الأمور التي ينبغي أن يلتزم بها الرعية إزاء الإمام، بحيث أصبحت الصورة واضحة وناصعة. تحدثوا عند من؟ تحدثوا عند أصحابهم، عند معاصري الأئمة الذين نقلوا لنا تلك الأخبار،
لذلك تجد من جملة الشواهد ما قالوا حين استشهد الإمام الرضا عليه السلام، جلس أصحاب الإمام وخاصته يتدارسون أمر الإمام فيما بينهم، كان من جملتهم الريان بن الصلت وصفوان بن يحيى وعبد الرحمن بن الحجاج ويونس. فحين تذكروا الإمام الرضا بكوا، فالتفت يونس بحسن نية ليقول: دعونا من البكاء ولننظر في أمر الإمام حتى يكبر هذا الصبي، خلينا نشوف شلون نعالج مسألة صغر سن الإمام. فالتفت له الريان بن الصلت والذي تغذى وتهذب بهدي الأئمة وهو يقول: إذا كان هذا الأمر من عند الله فابن يومين، مو ابن سنوات بعد، ابن يومين كابن مئة سنة، وإن لم يكن هذا الأمر من عند الله فلو عمر الرجل ألف سنة فإنه لا يأتي بما أتى به السادة. وهذا ما ينبغي أن ينظر فيه، يعني إن أردنا أن نتأمل نتعمق في كيفية استثمار إمامة الإمام الجواد وهو في مقتبل العمر، هذه الظاهرة الإعجازية للترويج إلى أطروحة أهل البيت. كذلك من الشواهد التي تذكر ما قالوه من أن بعض أصحاب الأئمة وبعض خاصة الشيعة حين جاءوا إلى المدينة ليتعرفوا على الإمام بعد الإمام الرضا، فقالوا إليهم: إن الإمام في محلة على مقربة من المدينة، وتوجهوا إليها. جاءوا إلى دار للإمام الكاظم انتقلت بالوراثة إلى الإمام الجواد، وإذا بهم يجدون الناس في ضجيج في صخب. ليش؟ قالوا: لأن أخ الإمام الرضا عم الإمام الجواد قد نصب نفسه إماما وأسبغ على نفسه صفة الإمامة، وإنهم سمعوا، شوف، وهذا مما يدلل على أنهم كانوا على معرفة على اطلاع فيما يخص شؤون الإمامة، أنهم سمعوا من الأئمة أن الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الإمامين الحسن والحسين. لذلك بعض إخوة الأئمة ادعوا الإمامة، إلا أن الرعية الأمة الجماهير المؤمنة بخط الإمامة ما كانت لتكترث بتلك الدعاوى، لأنهم علموا أن الإمامة لا تجتمع في أخوين سوى الحسنين عليهما أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا الاعتبار ساقط، ويبقى الاعتبار الرابع والذي بسقوطه يتضح الأمر، وأن الأمة إنما خضعت لإمامته نتيجة قناعة ووضوح رؤية. وباختصار شديد، ما قد يقال من أن الأمة حين تفاعلت مع إمامته لم يكن الأمر إلا نتيجة الإصرار على الباطل، وأنهم كانوا على دراية من أن هذا الطفل ليس إمام، إلا أن الباطل قد جعلهم يصرون على إمامته حتى وإن لم يكن إمام. أو يعقل هذا الافتراض، خصوصا وأن الإمامة مسألة مصيرية يترتب عليها الفوز أو الخسران في الآخرة. لن نتحدث عن وثاقة أصحاب الأئمة وعن طهارة نفوسهم وتحرجهم في الدين، سنتحدث عن هذه المسألة في دائرة معقوليتها من عدم معقوليتها. ما الذي يدعوهم أن يصروا على إمامة طفل وهو ليس إمام ليخسروا الآخرة؟ ثم إنه هناك من يبيع الآخرة بالدنيا، يبيع الآجلة بالعاجلة، والسؤال هنا حين باعوا الآخرة وقالوا أنه إمام وهو ليس إمام، أو فازوا بالدنيا؟ ما الذي جناه شيعة أهل البيت من الذهاب إلى إمامة أئمة الهدى سوى التنكيل والتعذيب والتشريد؟ بيوت تحرق، بيوت تهدم، أموال تصادر، دماء تراق، أعراض تنتهك. أيعقل كل هذا العناء يتحمله أولئك؟ لا لشيء إلا لأجل الباطل. إذن هذا افتراض ساقط،
كأولئك الذين أو كتلك الافتراضات التي سقطت من خلال ما بيناه، ويبقى ما مهدنا له في أول المجلس من أنهم تفاعلوا مع إمامته لأنهم رأوه آية ناطقة معجزة باهرة، وقد استوعب طغاة عصره مكانه وقدره. لذلك تجد أن المعتصم العباسي بعد رحيل المأمون، إذ إن الإمام الجواد لم يعاصر سوى خليفتين من بني العباس، وكان عمره عليه أفضل الصلاة والسلام حين ارتحل عن هذه الدنيا قرابة 25 سنة، في عمر الشباب هو أصغر إمام من الأئمة الهداة. وإذا بالمعتصم العباسي قد ضاق ذرعاً من نفوذ الإمام ونشاط الإمام فلم يحتمل، وإذا به يرسل في طلب الإمام ويأتي به بعد توليه الخلافة بسنة وبضع شهور، ويأتي به إلى بغداد فيفرض عليه الإقامة الجبرية لا لشيء إلا لكي يحول بينه وبين الأمة، فيحد من نشاطه ويحد من نفوذه، فإنه قد تملكه الحسد وهو يرى أن الناس تلهج باسم الإمام الجواد والخليفة رغم ما يصرفه ويبذله من أموال ليشتري الضمائر وسيوف تسلط وإرهاب ليخاف الناس فلا تخضع إليه، بينما هناك في المدينة رجل لا حول له ولا قوة إلا بالله وقلوب المستضعفين تهوي إليه. فجاء به إلى بغداد، فرض عليه الإقامة الجبرية، وبعد مرور 10 شهور وإذا بالمعتصم العباسي قد ضاقت به الدنيا ولم تحتمل الدنيا بقاءه وبقاء الإمام الجواد، فعزم على التخلص من الإمام الجواد وعمد إلى سلاح الجبناء وهو السم، وإذا به يوعز إلى ابنة أخيه أم الفاضل، وكانت تحقد على الإمام الجواد سيما وأنها لم ترزق الولد من الإمام الجواد، ورزق الإمام الجواد الولد من غيرها، فسرعان ما استجابت لعمها مأجور شيعي موالي. كان الإمام صائما في يوم قائض شديد الحرارة، رواية تقول جعل له السم الفتاك في عنب، ورواية أخرى تقول في عصير الأترنج. من شدة ذلك السم أن الإمام لم يبقى على قيد الحياة بعد أن تجرع السم سوى يوم وليلة، وإذا بالإمام يدخل داره يدعو يطلب إفطاره، يريد أن يتناول الإفطار، فأتت له تلك الآثمة بعصير الأترنج، ما أن تناول الإمام منه جرعة حتى أحس كأن أحشاءه أمعاءه تشرح بالأمواس والسكاكين. أخذت يداه ترتعشان، جسده يرتجف تغير لونه، وإذا بالإمام يلتفت إلى تلك الآثمة، قتلتيني قاتلك الله يا عدوة الله، والله لا تصيبين بعدي خيرا، وإن كنت قد سقيتين السم فاسقني شيئا من الماء، فقد اشتد بي العطش. وإذا بالآثمة قد أخرجت العبيد والإماء من داخل المنزل، هذا والإمام يجوب الدار يمينا وشمالا، يقوم ويقعد من شدة السوم. ألا من مناد وسيدا، ألا من مناد وإماما، وإذا بالآثمة قد خرجت وغلقت الأبواب على الإمام
وهو في دار غربة ومضيعة، ما عند قرابة ما عند عشيرة، لكأني به عليه سلام الله أخذ يجوب الدار حتى صعد على سطح داره وقد اشتد به الألم. سيدي من الذي مد رجليك؟ أنت في دار خالية، من الذي أسبل يديك؟ من الذي وجهك صوب القبلة؟ من الذي أغمض عينيك حين حان حينه ودنت منيته توجه صوب القبلة؟ مد رجليه، مد يديه، غمض عينيه، لسانه يلهج بذكر الله، هناك فاضت روحه الشريفة. رحم الله من نادى وجوادا، ألا من مناد وسيدا، ومصيبته حجة البار على السطيح، يا خلق مطروح بالشمس مرمي والمساك من جسمه يفوح، غاله الطاغي وقطع كبده سمومه، وعلى اللي يريد تساعده ذيك المشومه، نازح غريب الدار عين عزوته وقومه، وقلبه من فراق الأهل والوجد مجروح، يا غيرة الله مهجتي الزهرة وحشاها، من غير ساب السم تجرع من عداها، قواض بنت الطاغية نالت مناها، وما حد حضر له ويح قلبي مطلعة الروح. آي آي آي، وين الذي يوصل لقبر المصطفى ويسجب العبرة وينتحي وينعى الجواد ويهل دمعة فوق قبره وينتحب ويعرج على روضة الزهرة ويقلها يا زهرة ابنك ترى بالشمس مطروح؟ أبيات المصيبة، أبيات التعزية حاضرة فاطمة سيدتي ومولاتي. الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بالأموار وشفتيها بعينك، والسبب كل من الذي صقت جنينك، ورث علينا الهضم والحسرات والنح. اسمعي سيدتي ومولاتي واعذريني، ها وحيد ثلاثة أيام فوق السطح خلاه، وحيد على حمامي فوق الجسر جابه، هم طريح الغاضرية بخير داسو، وكم طفل يم حسين برض الطف مذبوح، ما بقي مثل جده السبط عار الجيس، تعدو على قراه العوادي، تركوا جسمه ثلاثا وعلام، رأسه في رؤوس سمر السعادي. اللهم إنا نقسم عليك وندعوك بأحب الخلق لديك،
بمحمد وآله الطاهرين وبحرمة جواد الأئمة. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير سيما إخواننا المنظورين. فرج اللهم عنهم فرجا عاجلا قريبا، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ودينا إلا قضيته، وعيبا إلا سترته، وهما إلا كشفته. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات سيما موتى الجالسين والمؤسسين نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.